مساء الخير طارق، مساء الخير، كيفك ميلاد؟ كيفك انت؟ يعني تمام. ما بنلحق نعرف اخبارك حتى تطلع لنا اخبار جديدة. قبل ما اسألك عن يعني تصريحك واعلانك حول يعني امضائك مع شركة روتانا، بعرف انه الفن اثار بلبلة هيدا وسط يعني المجتمع الفني بلبنان، بدي اعرف شو جديدك من خلال الالحان. في عندي هلا ست مجد رومي، في عملين البوم الجديد، نعم في ست اعمال للفنانه يارا، نعم في كمان لفضل شاكر، لفارس كرم، محافظ الالقاب، في كمان عم حضر لوائل، نعم وفي من الخليج الفنان راشد الماجد وماجد المهندس. نعم طارق، يعني لما صرحت انك مضيت عقد مع شركة روتانا، البعض تساءل انه هل طارق ابو جودة هالشركة رح تحتكر الحانه؟ يعني اذا فنانين خارج شركة روتانا ما رح يقدروا ياخذوا الحان من طارق ابو جودة؟ لا بالعكس، نعم. انا بس عملت عقد حصري بالنشر. عقد حصري فقط للنشر، هيدا الشيء ما بيتعلق بالحانك. لا بالعكس، بس انه اكيد يعني صار في عندي مثل شركه كبيره مثل شركه روتانا واقفه حتى كملحن، تهتم لي بشغلي، تهتم لي بالاعمال اللي بنزلها على السوق، شو تهتم لي بيقول كثير باغاني مثلا ممكن تتغنى بغير لغه، عرفت كيف؟ نعم يعني عم فسر انتشاري، يعني انا مش هيك نظيف. مضيت معهم طارق، يعني من بعد تجربة الوادي، التجربة التلفزيونية اللي كان لك فيها حصة الأسد، على قد ما يعني نلت إذا بدك استعطاف من الناس وكانوا دايما عم يتابعوا أخبارك، اليوم عم بت يعني في تجربة تلفزيونية تانية هي ديو المشاهير، خبرني عن هالتجربة، كيف بتقيمها؟ شو رح تضيف لمسيرة طارق أبو جودة؟ بدك الصراحة أنا هذيك السنة البرنامج حبيته، حضرته تبعته حبيته، والسنة طلبوني وما كان عندي مشكلة، بالعكس نعم حسيت يعني إنه يمكن يعني إذا ما زال صارت تنقص، بس إنه يعني نعم برنامج حلو ومحضور وكلنا أصحاب، وكل سنة منيح هنغني معهم أنا أصحابي، يعني شو بقى تطلع حلو يعني، نعم بس بس هيك. اكيد محضر مفاجآت، لانه ما ممكن طارق ابو جودة الكبير هيدي اكيد الكبير ما يحضر تحصيل مفاجآت. حاصل، تحصيل حاصل مفاجآت. نعم ان شاء الله بيكون لنا اتصال تاني معك وتكون ضيفنا كمان بالاستوديو لنحكي مطولا عن الحانك وعن كل مشاريعك. انا بدي اشكرك طارق. كل الذوق والوفاء بالبرنامج ونشوفك قريبا. ثانك يو كثير طارق، بشكرك، شكرا.